أنا قررت أنسحب من البرنامج. لا 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 يا عامر لا، يرحم أمك. بلا يرحم أمك بلا بطيخ. خلاص يا أخي مليت، طقت نفسي. وش ذا يا أخي؟ ما غير تحجير، ما في جوال، ما في سيارة، ما في دوران. خلاص بنسحب أنا. لا يا ابن، ترى في بداية المشوار، ترى أنا بداية المشوار كله عشان فلوس. طز في الفلوس، أهم شيء راحتي. مو بأنا اللي يذلوني عشان فلوس. خلي الفلوس على جنب أنت، أنت تبغاها شهرة شهرة يمينا بلا. كل من مرت عند أحد قاعد يصوروا لك فلة وبنات وفلوس. البنات بنات ينهبلون عليك. وين البنات يا أبوي؟ ما شفنا شيء. ياسر 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 ياسر. إذن الآن وصلنا إلى فقرة المطبخ، والمتسابق ياسر هو اللي راح يقدم لنا الطبخة، والمتصلة نوال هي اللي راح تقوم بتوجيهه. أخت نوال، ألين وين وصلنا؟ طبعاً عقب ما حطينا البشاميل وكذا نضيف شوية نعناع، عشان النعناع طبعاً زي ما تعرفون كلكم إنه يضيف نكهة وريحة حلوة للمكرونة والبشاميل. شعلين ليها فو فو فو. روح رسائل، هات الرسائل، سمعني الرسائل. أيوة فلوس جرينجش جرينجش. روح يلا يا زلاي صوتوا. والحين ياسر خذ المكرونة ودخلها بالفرن، حطها يعني من 30 دقيقة لين 45 دقيقة عشان ما تنحرق. سمل عليك سمل عليك. لا يا شيخة، بسم الله عليك. ها خير إن شاء الله خير. شغل خنبقة ما يمشي عندنا، طربك أمه عليكم هنا في البرنامج. شفت يا تركي، مستحيل اللي قاعد يصير. هذه نهاية اتصالات العنصر النسائي. يا شيخ وسع صدرك، يا أبو أنس وسع صدرك وراك أنت عادي، يعني طول بالك شوية بحال. كله تحت السيطرة الإدارية، صح ولا لا أنت؟ صح؟ مزبوط مزبوط شيخنا. بعدين روّي لي حالك شيخنا، تشرب شاي؟ شاي عبر ما تستمع مكرونة. خلونا نشوف التغريدات في الهاشتاج لأخونا ياسر. الأخت غادة تقول يازين وش يازين المكرونة، يازين المكرونة. وهنا الأخت سعاد تقول لبا لبا لا بأس لا بأس لا بأس عليك. طيب نكتفي بهذا القدر من التغريدات، وخلينا نشوف الأخ ياسر وش حاب تقول لجمهورك قبل أن تنتهي الفقرة. حبيت أقول لهم صوتوري، زي ما أنتم شايفين قبل شوي تعبت في الطبخة ولسعت يدي شوي وتعورت. بسم الله عليك. ممتاز أخ ياسر. أعزائي المشاهدين، نطلع فاصل ونرجع معاكم مع فريق ثاني. شفتي المصفوقة؟ شفتي؟ رحنا وغامرنا وجينا وسوينا كل شيء، في الأخير ياسر لا أعطانا وجه ولا انتبه لنا أصلاً. لا تظلمين الرجال، يمكن يا شيخة ما سمعنا. تعبت؟ وش اللي تعب؟ تعب ياسر على قلبي زي العسل. عسل؟ إيه. بعدين تفكري فيها شوي، إيش فيها يعني لو غامرنا عشانها؟ يستاهل ترى. هو يستاهل بس تعبنا على الفاضي يا أختي. لا عادي. إذن الآن وصل معنا الفريق الثاني، عزوز ونواف، حياكم الله. مرحبا بكم يا سيدي. وأنا من الآن أقول وأحب أصرح، نواف ما يطبخ ولا يتعب نفسه ولا يسوي أي شيء، أنا اللي أطبخ وأغسل البذور والمواعين كمان. بعد قلب يا عزوز. الله يكرمك يا سيدي. اليوم مع هالجو الزين راح يكون عندنا فقرة أجمل صوت، وراح يكون تحدي بين سلطان وياسر. وطبعا الجمهور راح يكون الحكم. سم بالله وابدأ يا سلطان، تفضل. بسم الله. صلوا على خير الأنام، المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا. شايف ياسر؟ أول راح أقدم في البرنامج وراح أسوي نوات في أصوات حتاكم زي اللهب كذا. ما عليك، دامت دعوة فيها تصويت. شايفوش شايفوش باللقاء. يا عين قاري آينا، هذا جمال محمد، أنواره لاحت لنا.
صوت روحاني، صوتك عزب والله. ما شاء الله تبارك الله. الله الحبيب. والحين دورك يا ياسر. تحية عيال. شجعني. أتحداك يلا. هذه هدأ لك. من بادي الوقت وهذا طبع الأيامي. الله. من بادي الوقت وهذا طبع الأيامي. عذبت الأيام ما تمضي لياليها. تمضي لياليها. كبير كبير. سلكوله سلكوله عشان المدير. ما شاء الله، وش ذا اللحن الجميل؟ هذا كلمات والحان مين؟ محمد عبده. هذا فلكلور، فلكلور شعبي قديم جدا معروف. يا ابوي فلكلور مين؟ تنصب على الشيخ؟ ايه لا تنصب عليه. وخر اخر ابوي. يا شيخ هذه اغنيه محمد عبده ما تعرفها؟ اما ما تعرفها؟ من بادي الوقت وهذا طبع الايامي. ما تعرفها يا شيخ؟ ما اعرفها ولا ابي اعرفها. لا حول ولا قوه الا بالله. أغاني وتسويق غير في قناة محافظة. ما فيني ما فيني، كله بمكان واحد. عم أقول لك ما فينا نطلع من هون. أنا أصلاً ساكت على مخالفات كثيرة. أوف 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 أوف، والله حرقهم رايح جاي. منكم اللي شعره قزع، واللي شعره طويل، واللي بناطيله ضيقة، واللي ثيابه طويلة. يا شباب ما يصير انكم تشوهون صورة الاعلام المحافظ. ايه اجلدهم اجلدهم، بارد على قلبي. الله يبارد على قلبك. قش ام الجبهة والقذلة. الان تكلمني بو انس، تخليه يجيني على المكتب الان. ولا يهمك انت، روح على المكتب وانا ببعث ورا. روح الان خلاص، ولا يهمك، روح اطلع. انا لله وانا اليه راجعون. وش عنده ذا الشيخ مسوي جديد عليهم؟ والله ما ادري يا اختي، داخل عرض عليها ما ادري وش يبي. ابشر ان شاء الله، مع السلامه. على فكره ترى ابو مشعل يحتريك في مكتب. على أساس متأثر يعني. يا أخي اشتقت لأمي، أحس بغربة بوسط هالمكان، اشتقت لسواليفها، اشتقت حتى أني أفطر معاها. يا ابن الحلال، كل أيام وليالي وبتفطر معاها إن شاء الله. يا أخي وخر شوي على الكاميرا. خير. ايش فيك؟ ايش فيك؟ يا أخي اشتقت لأمي. أمك؟ أمك؟ أولاً يا شباب يعطيكم العافية ومشكورين، تألقتوا صراحة في البرنامج وليضت وجيهنا قدام المشاهدين، والمشاهدين صراحة كلهم يثنون عليكم صراحة. الله يعافيك. الله يعافيك. شكراً يا أستاذ تركي. الله يسلمك. الله يسلمك. شكراً أستاذ تركي. الله يسلمك. الله يسلمك. الحقيقة أنا عندي لكم خبرين، خبر شين وخبر زين. تبون نبدأ بالزين ولا الشين؟ لا عطنا بالشين بعدين الزين. نبدأ بالشين. الحقيقة الشيخ أبو أنس يعتذر منكم، يقولكم ما عليش ويعطيكم العافية واستوى ما واجهته، يعتذر عن البرنامج كامل. صار وظلف خاص طالع ويعتذر منكم. نصابين والله أنكم كارشين عشان تأخذوا راحتكم. والخبر الزين، الشيخ أبو عبد الرحمن بكبره يبي يجي هنا. لا يا شيخ، لا يا شيخ. الله الله، بالاستقبال الزين. مو بيجي على ابي شغل زين، تقول الشيخ يستاهل. شيخ شيخ كبير ومرموق. هذا الشيخ اللي يحب ابوي. هذه المرحله دي ما ابي اي استقبال. زين يا كابتن. يا الله انت حي. والله يا الشيخ سبحان الله، من يوم يتكلم ما ودك يسكت. والله ونعم ذا الشيخ، انا احبه ذا الشيخ. شوف يا جوزيف، لا تاخذ وتعطي واسئله ومدري ايش وتوترنا معك. انا حليتها، جبنا الشيخ ابو عبد الرحمن وراح يحل الموضوع كله.
السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا يا هلا يا هلا والله بالشيخ. الله يبقيك عافيه. استاذ جوزيف مخرج البرنامج. ما شاء الله تبارك الله، اهلا وسهلا بالاخ جوزيف. اهلا وسهلا شيخ، شرفتنا وانا كثير تشرفت اني شفتك. الشرف لي يا اخ جوزيف، الشرف لي. الله يجزاك خير، الله يرفع قدرك يا شيخ. عاد انت يا شيخنا الحبيب ابو عبد الرحمن، شيخ ما شاء الله عليك، يعني مبتسم وفله وكلنا يحبك بصراحه، وحنا جبناك البرنامج هذا زي ما فهمتك طبعا طول العمر انه احنا ما نبي يعني ذاك الجو الوعظي والارشادي، ولا لا لا لا، نبي الشباب تعرف يحبونك وفله وناس وساعه صدر، يعني تلعبون كوره تشوتون بلنتيات، يعني ابشر يا اخوي تركي بالبلنتيات والكباري بعد. وبعدين يا اخوي تركي، الداعيه اذا ما حبوه الناس ما حبوا دعوته، ولا لا؟ فله يا شيخ والله فله كثير. طيب يا شيخ نروح نشوف الشباب. اتكلنا على الله. تفضل يلا حي شرفنا. يلا حي. بسم الله. كتر قرور وكبه زيتون، ترى الشطه كل البيت كتر قرور وكبه زيتون، ترى الشطه كل البيت شيخ ابو عبد الرحمن يا شباب. السلام. حبا الله يعطيكم العافية نواف. هلا. الله يسلمك يا نواف، ما قلت انك بتحب راسي، احسبك بتاخذ. افا لا ابوكم ولا ابو قناتكم. يلا قوموا انا ولد فوي. اوف حتى انت خلابوك يا شيخ. يا اخي عادي، حنا كشباب عادي ذا الكلام. يا ابوي ذا شيخ، تعرف معنى كلمة شيخ؟ تم يا شيخ. الله يجزاك خير، عاد خصوصا انك ازينهم يا نواف. وانا يا شيخ مني كنتوش كذا كنتلوب. انت شينهم. سبحان الله دمه خفيف الشيخ، يحب ينكت مزوع مرة مزح وما في احد وضحكوا فيه. حبا حبا. ها كيف الاختبار؟ والله يعني الصراحة ما أدري وش كتبت، حتى أنا ما ذكرت مالي خلق وما أدري هلمين كيف راح يمرون. والله إنك صادقة، الله يعين. بس أنا أهم شيء عندي ياسر ونواف، ما يدخلون برايب والباقي بتطقعي. ها مين ذولا؟ اللي في برنامج. هات رصيدك. هات رصيدك؟ والله إنك تافهة، أحسبك متوترة بسبب الامتحان وأنتي تقصدين دسام جين. أفا ما تتابعينه؟ ترى فيهم شباب مرة يحبلون. انقلع أنت وياهم، والله ما بقى إلا هم أتابعهم. شوفوا يا شباب، زي ما انتوا عارفين انه بكره راح يكون اهم واخطر يوم، اللي هو يوم البرايم، وكل واحد فيكم عنده فرصه واحده بس انه ينجو من البرايم، بس مو عن طريق التصويت هالمره. لا، هالمره راح يكون التصويت عن طريق تويتر. كيف؟ احنا راح ننزل صوركم في حسابنا في القناه، واكثر واحد تجي صورته لتويت هو اللي راح ينجو من البرايم ويصير له حصانه. وموفقين ويعطيكم العافية. هلا والله بتويتر، والله أنتم رحتوا فيها يا عيال، الريتويت كله عندي، أوريكم كيف. كفو عامر، أتحداك. أقول بلا أتحداك بلا كفو، مكة حقنا، جدة جنبنا، الطائف فوقنا، المدينة قريب مننا، كلهم يسووا لي تغريدات وريتويتات ويزغرطوا لي كمان. تبيع بليلة أنت، ركض في ديتك، أنا تقعد هاي. خلاص زغرطة بلا كلام فاضي، المزز كلها لعبتي، مزز ما في إلا تصويت يا أبوي، خلكم على جنب بس. والله حتنقبلوا البرايم بيننا. يا أبوي وش سالفة البرنامج ذا؟ اليوم هاشتاقاتهم ترند. يا أبوي هذا برنامج واقع. والهدف منه ربحي. إيه البرنامج ذا تابع أمي، بس يا أخي اللي يقهرك تصويت الكم شخص والباقي مسحوب عليهم. إيش رأيك نهبل بهم؟ شلون؟ بكرة عندهم برايم، واللي يجيهم أكثر تصويت ما يدخلون النمونيه، والتصويت عن طريق صور المتسابقين في تويتر. يعني تبينا نصوت للمسحوب عليهم والمتميل الحين تروح عليهم يدخلون البرايم؟ بالضبط، عاد أنت متابعينك فوق المليون ما شاء الله عليك. يلعن إبليسك تم. يا اختي تخيلي كل
كلمت كل صحباتي كلهم يصوتوا لي ياسر، مع ذلك للحين التصويت قليل. يا اختي شيكر انا بفهم شلون هذا ياخذ اكثر رتويت من جد. لا اله الا الله يا اختي شيكر، يقر عميان ذول ما يشوفون، بيفهم انا ما يشوفون، بنجلط بنذبح. اي أيوة والله انت صادقه، انا ما اقول الا يا رب مثل ما نجيت يونس من بطن الحوت انك تنجي ياسر من هالبراي. امين. الواد ياسر هذا حظه ضعيف، شوف دحين التصويت باقي له ساعة بالضبط، هو أقل تصويت من بين المشتركين كلهم. ماشي منه فايدة، شكله داخل إبراهيم داخل. أنا لو داري ما خرج التصويت في تويتر قدام الجمهور، ولا وشلون ياسر يدخل في إبراهيم شلون؟ يا أستاذ تركي أنا شو قصدي بهالموضوع عم ترفع صوتك علي؟ أنا شو عملت لك؟ بعدين يا أستاذ تركي هذا اقتراحك أنت، لو خليت الموضوع بس التصويت عن طريق الموبايلات كنا ربحنا مصريات أكثر وفوق هيدا كلياته كنا إحنا بكيفنا تحكمنا فيهم وعرفنا مين يفوز ومين ينزل ومين يطلع بالتصويت. إذن أعزائي المشاهدين وصلنا إلى آخر فقرة في البرايم، وصل معنا للنهاية ياسر من السعودية، مصطفى من مصر. راح تتم التصفية ما بينهم عن طريق الأسئلة المباشرة، اللي راح يجاوب خطأ يودع. السؤال الأول لياسر، السؤال يقول من أول من أسلم من الرجال؟ عثمان بن عفان. خطأ. ننقل السؤال للمصطفى. لا يا ياسر لا، ليش غلط؟ خطأ، إجابة خاطئة. انتقل السؤال إلى مصطفى. مصطفى من أول من أسلم من الرجال؟ أبو بكر الصديق. صح عليه. للأسف يا ياسر راح تودعنا وتغادر القرية. لا ليش؟ والله اللي أدبناهم صح، خلهم الاثنين الحين. إن شاء الله ألف مليون مبروك شيخ أبو مشعل على نجاح البرنامج. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك ويعطيك ألف عافية. أنا بصراحة كنت متوقع هذا النجاح الباهر. شيخ أبو مشعل عندي إلك فكرة برنامج جديدة راح تفوت لك ذهب وأضعاف أضعاف المصاري اللي فاتت، لا وشرط حسب العادات والتقاليد السعودية. الله أموت أنا في التقاليد والعادات السعودية، اديني هاي مربط انه عمار مهبول انت، بدا البرنامج حطه بدا البرنامج. اما عاد هب البراد وزانت النفسيه
والجو روعة والمشاعر حية. يا هي ولد ولد يا هي بس حية. يا مجدد يا شارد يا مغني.